اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج المنصه. تاخير مستحقات الطلاب المبتعثين لا تكاد تنتهي حتى تبدا من جديد. 3 سنوات منذ اواخر العام 2016 وحتى اليوم تتاخر المستحقات والرسوم الدراسيه السنويه حتى انها تبدو كازمه لا يمكن حلها. في الوقت الراهن يشكو الطلاب من تأخر مستحقات ربعين دراسيين أي 6 أشهر كاملة، وطلاب اليمن في الخارج بلا مستحقات، فيما لا يزالون تحت طائلة التهديد من جامعاتهم بالفصل بسبب عدم تسديد الرسوم من أعوام سابقة. هذا التأخير أثر ويؤثر بشكل مباشر على حياتهم العلمية والمعيشية ويهدد مستقبلهم الدراسي. الطلاب في الخارج يعانون، فهل آن الأوان لتقوم الحكومة بدورها الحقيقي لإنهاء معاناتهم بصرف كافة المستحقات والرسوم المتأخرة بنهاية هذا العام وضمان انتظام صرفها مع بداية العام المقبل؟ في هذه الحلقة سنناقش عن تأخير المستحقات في صرف التأخير المستمر في صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في دول الخارج ودور الجهات المعنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، ولكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نذهب مشاهدنا الكرام لمشاهدة هذه التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب لبعض الطلاب المبتعثين. الطلاب المبتعثين الجدد من الجامعات الحكومية تم إرسالنا من قبل جامعتنا في بداية هذا العام إلى الهند لدراسة الماجستير والدكتوراه بعد خدمة طويلة قمنا بها في جامعتنا، فمننا من خدم في جامعتي أكثر من 10 سنوات منها 4 سنوات بدون رواتب طبعا، وبعد هذه الخدمة الطويلة التي تعدت 10 سنوات حصلنا على قرارات إيفاد من جامعتنا وبصورة قانونية، وأيضا قامت الجامعات بمخاطبة وزارة التعليم العالي وعمل مذكرات لنا تخاطبهم باعتماد منحنا، وأيضا بعد ذلك سافرنا إلى بلد الدراسة مع عوائلنا بعد أن قام كل مننا ببيع ما يمتلك أو جميع ما يمتلك وأيضا الاقتراض الكثير من الأموال حتى يتمكن من الوصول إلى هنا، وأيضا تسديد رسوم المقاعد وغيرها من الالتزامات. أود اليوم أن أتكلم عن مشكلة الطلبة اليمنيين الدارسين بالخارج، ألا وهي مشكلة تأخير مستحقات طلبة اليمنيين. هذه المشكلة يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول والأخير حكومة المقر الممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبد الرباه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير التعليم العالي باسلامة. نحن الآن على مشارف الدخول في سنة 2020 وإلى هذه اللحظة لم نستلم مستحقاتنا للربع الثالث والربع الرابع أي ما يقارب 6 أشهر، ونحن لم نستلمها فيما المفروض الآن أنا نستلم مستحقات الربع الأول ل 2020 يعني بعد كم كذا شهر ونص. هذه المشكلة بدأت تؤثر على الطالب اليمني الدارس الخارج بشكل ملحوظ جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى المادي. ايش واحد يتكلم مع الحكومة هذه؟ ايش يقول؟ لا واحد بالله عليك، يعني لازم نعمل كل مرة زف على الربع حقنا هذا، لازم نعمل حيلة مال عشان يوصل الربع حقنا يا أخي. يا أخي هذه ميزانية معتمدة. إذن مشاهدينا نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا عبد الله بخاش من تونس. مرحبا بك عبد الله، مساء الخير. عبد الله، حدثنا عن أهم وأبرز المشاكل التي تعاني منها طلاب المبتعثين في دولة تونس. مساء الخير لك أختي العزيزة وللجمهور الكريم متابعي قناة بلقيس الفضائية لاهتمامها بمتابعة ومناقشة قضايا الطلاب المبتعثين. مثلما تفضل الزملاء واستمعت إلى تسجيلاتهم، المعاناة مشتركة في كل بلاد الابتعاث. تأخر المستحقات فضلا عن دورها أنها تمثل ضغطا نفسيا وعبئا ماديا كبيرا على الطالب، فظروف المعيشة، غلاء الحياة، تكاليف الإيجارات السكنية، هذه كلها تمثل عبئا إضافيا فوق العبء المبتعث من أجله طالب الدراسة من أجل انشغاله بالدراسة. في تونس على سبيل المثال، عندما تصل الإيجارات
للطالب الواحد في حدود 150 إلى 200 دولار، ثم تتأخر المساعدة المالية لأكثر من 6 أشهر. ما الذي تتخيلينه أن يواجه الطالب عندما كل شهر يتلقى تهديدا وإنذارا من صاحب المسكن بسداد الإيجار أو سرعة الإخلاء؟ كذلك نفقات الحياة، المعيشة، هناك بعض الزملاء ما زالوا يقيمون مع أسرهم. ما هي التكلفة الحياة المعيشية الصعبة عندما تتأخر الإيجارات أو تتأخر المساعدة المالية عليهم؟ يحصل للطالب المبتعث ظروف صعبة جدا، معيشية غالية جدا، أحيانا مثلا في دول زي لبنان على سبيل المثال يتم إيجار سرير في غرفة بأكثر من 150 دولار. الحياة صعبة جدا، والتأخير ليس لشهر أو شهرين أو ثلاثة، التأخير يصل إلى أكثر من 6 أشهر، ومستحقات الطالب في 3 أشهر لا تعادل ما يصرف لشيخ في حوالة. يفترض بالحكومة اليمنية، بوزارة التعليم العالي، بالجهات المعنية أن تثبت نجاحها في هذه الجبهة. هذه أهم جبهة، هي جبهة المستقبل، هم شباب المستقبل. هي تتعامل بنوع من الإمعان في تعذيب جيل المستقبل، تعذيب النخبة الأكاديمية. هؤلاء فيهم المفكر، وفيهم الطبيب، وفيهم المهندس، وفيهم المحامي، وفيهم رجل القانون، وفيهم الصحفيون، وتتعامل معهم بهذا الشكل 6 أشهر 8 أشهر، يصل أحيانا إلى سنة. هناك بعض الزملاء يتم ابتعاثهم ويصلون بعد نهاية التسجيل إلى بلد الابتعاث، ثم يجلسون ينتظرون 6 أشهر إلى 8 أشهر حتى العام الجديد دون تسجيل ودون وصول مساعدة مالية. هذه الأعباء كلها، ما النتيجة التي يمكن أن تتوقعيها أو تتخيليه؟ الظروف التي يمكن أن يعيشها طالب الدراسات العليا المبتعث في بلاد الابتعاث. نعم، إذا عبد الله شكرا جزيلا لك أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة، وبالحديث عن لبنان وأوضاع الطلاب في لبنان ينضم الآن معنا وديع حامد، وهو طالب مبتعث الدراسة في لبنان. مرحبا بك وديع، مساء الخير وديع، حدثنا عن معاناتك كطالب مبتعث في لبنان. مرحبا عزيزتي، وجمعتكم مباركة إن شاء الله. ومسألة تأخير المستحقات أعباء وإهانات على كهل الطالب. أولا أحب أطرح كذا عدة تساؤلات وأتمنى أسعف نور الوقت. هل المنحة المالية حق من حقوق الطالب أم تسول نتسول منهم كل يوم وكل شهر وكل رب؟ لماذا لا تصرف مستحقات الطلاب في الوقت المحدد لها؟ لماذا أيضا لا تأتي إلا بعد تعرض الطلاب للإهانات على أعلى المستويات؟ فكل يوم تجد الطلاب يتسولون حقوقهم في أبواب السفارات. أصبح الطالب اليمني بين مطرقة المعاناة وسندان الخذلان. كل يوم نسمع تظاهرات لطلاب هنا وأخرى هناك، طلاب معتصمين هنا وآخرون هناك، كأن المعاناة مقتصرة على الطالب اليمني دون سواه. لماذا لا نسمع بطلاب سوريا في الخارج يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم؟ لماذا لا نرى ولا نسمع طلاب فلسطين المحاصرة منذ عقود يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم؟ لا ندري هل أصبح من شروط المنحة في قرار الإيفاد أن يتظاهر الطالب اليمني للمطالبة بمستحقاته أم ماذا؟ الآن نحن في نهاية شهر 12 الذي من المفترض صرف الربع الرابع فيه، لكن للأسف لم يصرف لحد الآن الربع الثالث. إلى الآن الذي من المفترض أن يصرف في شهر 9، الآن أصبحنا نهاية 2019 في دخول 2020، المفترض تبدأ الحكومة بإعداد كشوفات الربع الأول، لكن تأخير المستحقات لمدة 7 أشهر يعرض الطالب للكثير من الإهانات. نعم. فالمطالبة إيجاد حلول جذرية للمطالبة، أولا وزارة التعليم العالي وكل جهات الاختصاص. وديع، أنت دائما ما تنقل لمتابعينك في صفحتك على الفيسبوك كيف تؤثر تأخر هذه المستحقات بالوصول إليكم على حياتك اليومية، حياتك المعيشية والدراسية، حدثنا أكثر عن ذلك وديع. تأخير المستحقات أولا يعرض الطالب لعديد من الإهانات، المعيشة، غلاء المعيشة في لبنان بالذات، السكن إحنا تعرضنا للإهانة طيلة 3 أشهر، تأخير المستحقات المالية، صاحب السكن اضطر لعمل إنذار بالطرد، فأضطرنا للمقايضة معي حتى أتبع الخير وأتبرع بالإيجار، تعرضنا لمضايقات المعيشة، وصلنا إلى حد يعني إيش الأكل نأكل
قطعة خبز يابسة في اليوم الواحد على تحاوق أو علامة. ما لا ندري لماذا كل هذا تعرضه الطالب اليمني دون سواه. المعاناة جمة، لكن أمرها هذه تأخير المستحقات. على الأقل ينظروا إلى الطالب اليمني كفرد بأني للمستقبل. ولا أي بدائل وديعة أمامكم؟ لا بدائل أمامنا سوى مناشدة الحكومة، لكن لا آذان تسمع ولا عيون ترى ولا تبصر. لا ندري لماذا فقط نحن دون سوانا، لماذا؟ وهذه الأسئلة يجب أن توصل إلى الحكومة. إيجاد حلول جذرية لمسألة تأخير المستحقات المالية من أجل صرف كل ربح في وقت المحدد. من وراء تأخير المستحقات المالية؟ من وراء هذا الشيء؟ على مدى 3 أو 4 سنوات هل يعقل أن حكومتنا لم تستطع خلال هذه السنوات إيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة؟ من غير الممكن أن تتأخر مثلا مستحقات الموظفين في الحكومة الشرعية بدل السفر، العشرات من وكلاء الوزارات المنتشرين حول العالم لا يمكن أن تتأخر مستحقاتهم كما يحدث مع الطلاب. إذن شكرا جزيلا لك وديع أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من ماليزيا. معنا حلمي المقطري، مرحبا بك حلمي، حدثنا أيضا عن وضعكم في ماليزيا. حياكم الله والسلام عليكم، اسعد الله مساكم. اهلا بك. اشكرك استاذ امل واشكر الاخ مؤدي البرنامج وطاقم البرنامج للاستضافة وتسليط الضوء على المشاكل الطلابيه. طبعا بالنسبه لي ساتحدث عن المساله شخصيه حدثت لي من جانب المحافظيه الثقافيه في ماليزيا فعبركم مناشده الجهات الرقابيه المعنيه في اليمن والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وهي مكافحه الفساد وسفيرنا في ماليزيا يقوم معي بالتعرف وتعسف الملحقية الثقافية في ماليزيا خاصة والتعليم الآلي الذين نابوا مستحقات القانونية لما يقارب سنة ونصف وتعامل كقطاع طرق فأبسط وقت يمكن أن تصفهم بهذا الوقت. الغريب أنه تم معالجة طلاب منزلين وإعادة منحهم، وأنا هنا ليس ضد الطلاب ومع استعادة حقوقهم، لكن لماذا لم يتم المعاملة بالمثل؟ فقمة المسخرة ولا مسؤولية أن يتم تنزيلي من المنحة الدراسية وانا ايضا موقف لمده 3 فصول دراسيه لم استطع تسليم رسالتي للدكتوره، واثبت ذلك بكشوفات ومطالبات الجامعه الملحقيه الا انهم تجاهلوا هذه المطالب، لا ادري ما هي المعايير التي يتعاملوا بها، هل هي حزبيه او مناطقيه انتقائيه واسطه لا ادري. بالنسبه لي هناك عداوه شخصيه بيني وبين الملحق المالي اللي هو السوان الثاني، وقد حصلت بيني وبينه مشاده عندما شتم الطلاب بمكالمه تلفونيه فقال ليش اشتغل مع ابتهم؟ فردت عليه طبعا ولم اسكت لانه من لا يحترم الناس لا يحترم، ولو انه تظاهر وقتها بانه اعتذر وانه لم يكن يقصد، لكنه بعد ذلك كان العقب الكبير امامي وكان يخترق اعذار باني مره متجاوز او متعثر او اني خريج من فتره او المشرف والجامعه دفعت لي ومن هذه الاعذار. بالنسبه للملحق الثقافي رفض عده مرات تحرير مذكره وعمل مذكره للداخل لشرح حالتي برغم انه عمل عده مذكرات لبعض الطلاب، اما حالتي لا ادري ما ايش العلاقه بينه والملحق الثقافي، كذلك كان هناك تعميم من التعليم العالي للملحقيات بان الطلاب الذين يتبعوا الجامعات عليهم اعطاء قرار من جهه افادهم. فتواصلت مع جامعتي في اليمن وجهه افادي هي جامعه الحديده، وبعد اطلاعهم على البيانات والوثائق التي طلبوها وارسلتها لهم طبعا عملوا عده اجتماعات مجلس كليه مجلس جامعه للدراسه العليا ووافقوا على قرار استثنائي طبقا لحالتي التي ليس لي دخل فيها تبع قله الرسوم من الملحقيه والاداره، الا ان الملحق الديفاني رفض القرار وقال لا اتعامل مع جهه افادك وانها لا تتبع التعليم العالي ومن هذا القبيل، لا ادري كيف يتعامل الديفاني الذي كان يشار له بالبنان بانه من دعاة الحقوق ومن هذا القبيل ولم يعرف ان قرار الرجال لم ياتي من فراغ بل مر عبر الاطر والقنوات الرسميه من مجالس قسم الكليه واكثر من 45 دكتور يمثلون عمداء ونواب عمداء ورؤساء مراكز او مدراء مراكز في الجامعه وجي اقول لكم هذا كله مرفوض، لا ادري لماذا هذا التعنت من نشوان السلامي والديفاني. حلمي بخصوص مشكلتك هذه رساله توجهها ولمن بالذات؟ بخصوص مشكلتك وجه رساله للجهات المعنيه. زي ما تكلمت في البدايه اناشد كل الجهات الرقابيه ضمن الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وهيئه مكافحه الفساد بالتحقيق من حالتي، وعبركم احذر هذه الجهات اللي هي الملحقيه والوزاره وحمل كامل المسؤوليه لما حدث وما يحدث لي وما سيترتب او ترتب
ومن المعاناة التي تعرضت لها من سواء كانت مادية أو معنوية أو نفسية. وبالنسبة لي معروف للجميع أن الحقوق لا تسقط بالتقادم. وأطالب أيضا بنشر الكشوفات منذ 2017 وحتى قبلها لنعرف أن هناك طلاب يقولوا قد تخرجوا وما زالوا يستلموا، أو طلاب متجاوزين وما زالوا يستلموا، لنعرف الحقيقة. من تحمل المسؤولية المباشرة حلمي؟ من تحمل المسؤولية المباشرة؟ تحمل المسؤولية الملحق الثقافي هو عبد الله الديساني ونشوان السلامي ووزارة التعليم العالي ومثلة بالبعثات. أتمنى أن تصل رسالتك حلمي، وأيضا أتمنى أن تحل مشكلتك. حلمي المقطري كنت معنا من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من روسيا، معنا رمزي الأجعش. مرحبا بك رمزي، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير والله يا أختي. أهلا بك رمزي، كيف هو الوضع معكم في روسيا؟ الوضع في روسيا كما يعرف الجميع أننا في منذ 3 سنوات طلاب المطالبين برسوم الدراسية للجامعات لم يستلموا حتى الآن. شكونا عدة مرات إلى وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص، لم نلقى حتى أي تجاوب منهم. أوفدوا إلينا سالم الطاهري مدير البعثات على أساس الاجتماع مع الطلاب في روسيا والاستماع إلى مشاكلهم، لكن للأسف نظرا لتصرفات السفير أحمد سالم الوحيشي تم منع لقاءنا فيه في حرم السفارة أو في مبنى المحقية الثقافية بدعوى أن الطلاب يشكلون خطرا على حياته الشخصية. لا ندري هل نحن طلاب أم إرهابيين حسب قوله. أتى سالم الطاهري ورجع إلى اليمن مثلما أتى بدون الالتقاء مع قيادة الرابطة ومع الطلبة، وكان شرطهم أن يتم الالتقاء في أحد القاعات خارج السفارة في مطعم أو شيء ما، وكاننا لسنا طلاب ولسنا أكاديميين وليسوا موظفين دولة. المشاكل التي يعانيها الطالب اليمني في روسيا يعرفها الجميع، من ضمنها تأخر المستحقات الدراسية، تأخر الرسوم الدراسية، تنزيل عدد كبير من الطلاب بمجرد يعني على هواء الموظفين في التعليم العالي. نعاني أيضا من تصرفات تعسفية من القائمين علينا في سفارة الجمهورية اليمنية، ابتداء من أحمد سالم الوحيشي سفير اليمن في روسيا حتى أدنى موظف. يتم منعنا من الدخول إلى السفارة كلما قمنا بالتجمع لإيصال أصواتنا إلى الداخل أو للجهة المعنية مطالبين برسومنا أو مستحقاتنا. أول ما يتم معرفة أننا ننسق لإجراء احتجاج أو وقف احتجاجي يتم إغلاق السفارة في وجهنا، ومن يدخل إلى السفارة لإجراء أي معاملة كانت يتم أخذ تلفونه ووضعه في صندوق الأمانات. تصرفات مخجلة ومخزية، طالبنا ناشدنا للأسف لم نجد هذا المصغي حتى الآن. نعم رمزي، سأسألك سؤال ربما يكون غريب شوية، هل تتأخر مثلا رواتب السفير ورواتب الموظفين في السفارة؟ حسب علمنا أنه في حال تأخرها لا تتعدى أكثر من 3 أشهر يعني إذا تأخرت مستحقاتهم، بس أنه في عندهم مستحقات. أتمنى أن يعي هؤلاء أنهم هنا في هذا المكان لخدمتكم أنتم، هذه السفارات وهذه الأماكن وهذه المباني وجدت لأجل الطلاب ولأجل اليمنيين القاطنين في هذه الدول، هم من عليهم أن يخرجوا من هذه المباني نتيجة تقصيرهم وإهمالهم ومعاملتهم السيئة لكم وليس أنتم. شكرا جزيلا لك رمزي، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. إذا مشاهدينا الكرام، حتى نستقبل مزيد من الاتصالات، نذهب الآن لمتابعة التعليقات التي وردت على موضوع حلقة هذا اليوم، ونبدأ باستعراض أبرز هذه التعليقات. التعليق الأول من أبو صخر عواض يقول: صرف المستحقات للطلاب المبتعثين خارج الوطن، لابد من الاهتمام بحقوقهم وصرف مستحقاتهم، ولكن للأسف حكومتنا أهملتهم والمسؤولين حقنا خارج نطاق التغطية. الطلاب يعانون كثير في الغربة والابتعاد عن وطنهم وعناء حكومتنا في إهمالهم وتأخير صرف مستحقاتهم. إلى متى يا حكومتنا الموقرة؟ فيقي من سبات نومكم وتحلوا بأوضاع الطلاب أو حلوا أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج. تعليق آخر من عبد الله عباس يقول: 3 سنوات منذ أواخر العام 2016 وحتى اليوم والمشهد يتكرر بتأخير إرسال المستحقات والرسوم الدراسية السنوية، وحاليا الطلاب في الخارج ربعين متأخرين 6 أشهر من شهر 7 إلى شهر 12، وعلى الطلاب للجامعات ديون رسوم عام 2018 و2019 و2019 2020. هذا التأخير أثر ويؤثر بشكل مباشر على حياتهم العلمية والمعيشية
الطلاب في الخارج يعانون، هل آن الأوان لأن تقوم الحكومة بدورها الحقيقي لإنهاء معاناتهم بصرف كافة المستحقات والرسوم المتأخرة بنهاية هذا العام وضمان انتظام صرفها من بداية العام المقبل؟ إذا كان هذا آخر تعليق. الآن معنا الوافي الجمال من القاهرة، مرحبا بك الوافي. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد بالخير أستاذة أمل وأسعد جمهورك الكريم. أهلا بك، مساء الخير وافي، وتفضل اطلعنا على أوضاعكم أنتم الطلاب المتعثين في القاهرة. أولا نشكركم على إتاحة الفرصة لنا لإيصال معاناة الطلاب في مصر بعد أن رفضت يعني العديد من القنوات. مشكلة لدينا العديد من المشاكل في مصر تتمثل في ما ذكره زملائي السابقين من تأخير مستحقات، من تذاكر خريجين، ولكن لدينا مشكلة بارزة تتمثل في معاناة 70 طالب هم طلاب جامعة الأزهر. طلاب جامعة الأزهر 70 طالب تقريبا لديهم كل المعايير والمتطلبات ليضافوا إلى كشوف الابتعاث، ولكنهم ضحية خلافات بينية لمنح تقول الوزارة أنه تم توزيعها عبر السفارة، وهي هذا وهو هذا الموضوع المعمول به من قبل السفارة والملحقية منذ 3 سنوات، حتى وصل الموضوع إلى طلاب جامعة الأزهر فرفضوا إضافتنا إلى كشوفات الابتعاث. بالنهاية نحن طلاب يمنيين مستحقين، والتعليم من حق الجميع، ومبدأ تكافؤ الفرص مبدأ أساسي في مطالبتنا بحقوقنا، والوزارة لا تنظر لنا على أننا كطلاب، وينظرون كأنهم يأتون لنا بمنحة منهم أو من أموالهم الخاصة لا من الأموال التي نستحقها قانونا. ويوجد لدينا طلاب مبتعثين وطلاب ممددين، وكانوا مبتعثين من يعني كانوا مبتعثين على حساب الدولة في جامعات أخرى، وحينما سدت الطرق أمامهم تم نقلهم إلى جامعة الأزهر. يقولون لنا لماذا لا تتواصل جامعة الأزهر بوزارة التعليم العالي؟ وفي الحقيقة جامعة الأزهر وجامعة مستقلة عن التعليم العالي المصرية، لا يحق لها أن تتواصل بهيئة خارج مصر العربية، فهي تتواصل بالهيئة التي تتبع وزارة التعليم العالي اليمني داخل جمهورية مصر العربية، وقد قامت بهذا التواصل وتم توزيع المنح 2017-2018 في ظرف أسبوعين لكي لا ينتهي وقت التنسيق. فاعترضت الوزارة على هذا الأمر، وتجمهرنا في الملحقية الثقافية، وحين أتت اللجنة التي أرسلها رئيس الوزراء قاموا باستدعاء الأمن لنا، وبعد تجمهرنا أيضا لعدة أيام بعد أن شرحنا الأمن أن موقفنا هو حقوقي فقط ولا له علاقة بالسياسة، تم يعني قاموا تلقينا وعود شفهية من السفير، من سفير جمهورية اليمن في جمهورية مصر العربية، وتلقينا وعود من وزير التعليم العالي ووعود من نائبه الدكتور خالد الوصابي بأنهم سوف يقومون بصرف بإدراج أسماءنا من الربع الثالث، ولم نحصل على أي هذه الحقوق. نعم وافي، باختصار قل رسالتك وللجهة بالاسم إذا أمكن. نناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن ينظروا إلى الخلافات البينية بين موظفيهم، نحن تعبنا ونحن نناشدهم بأن يصرفوا حقوقنا، لكننا هذه المرة سوف نطالب بحقوقنا، هذه حقوقنا التي كفلها لنا الدستور والقانون، والتعليم من حق الجميع، والمستفيد الوحيد من تجهيل هذا الشعب هي الميليشيات الحوثية. عندما يعود الطالب بعد أن تم حرمانه من حقوقه فهو مستعد لأن يذهب مع أي طرف مسلح غير مندرج تحت سلطة الشرعية. نعم. نناشدهم بأن يحلوا المشاكل بين موظفيهم، وأن لا يجعلونا كطلاب ضحية لخلافات موظفيهم داخل السفارة والملحقية ووزارة التعليم العالي. نعم، إذن الوافي الجمال كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر أيضا من القاهرة معنا، علي الأسد، مرحبا بك علي، مساء الخير. لا مساء النور، أهلا بك علي، تفضل مشاركتك حول الموضوع. في البداية نشكر قناة بلقيس على اهتمامها بموضوع الطلاب المبتعثين في الخارج، وبصراحة مواضيعنا كثيرة ومتعددة، وقد أدلوا زملائي السابقين بدلوهم في هذا المضمار. 3 سنوات يا سيدتي الكريمة من المعاناة للطلبة نتيجة تأخر مستحقاتهم الربعية والرسوم الدراسية السنوية. خلال هذا العام 2019 لم نستلم إلا ربعين، ونحن الآن مشرفين على انتهاء السنة، وللأسف يعني يتبقى لنا الربع الثالث والربع الرابع، وللأسف الشديد رسوم دراسية لسنتين، وهو ما يعني أن تتكبد الدولة مصاريف ورسوم دراسية للجامعات المصرية. هذا الأمر أدى إلى أعباء إضافية على الطلبة أنفسهم،
نتيجة لذلك تأخر بعضهم من التشكيل أو المناقشة أو المنح، وبالتالي هنا نحن نضارب بسرعة صرف الرسوم الدراسية أول السنة، وكذلك سرعة صرف الرسوم الدراسية خلال هذه السنة الدراسية. مطالبي سيدتي الكريمة كثيرة، والمطلوب عمله كثير جدا، بداية بصرف المستحقات المالية المتأخرة، ونتمنى أن تنتظم صرفها مع بداية العام 2020، وكذلك صرف الرسوم الدراسية بداية السنة الدراسية وليس نهايتها، أو نعم. الدخول في سنة دراسية جديدة. نعم، لأن علي كيف تتع... لأن ذلك يكبر الدولة أعباء إضافية، ولا نعرف لماذا صناع السياسات العامة في وزارة التعليم العالي يصرون على تأخير هذه الرسوم الدراسية، على الرغم أن 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 الدولة تتكبد رسوم دراسية أخرى، ويؤثر ذلك على الطالب نفسه. علي، كيف تتعامل معكم الجهات المعنية بخصوص هذه المطالب عندما تتوجهون مثلا للسفارات للقنصليات، كيف يتم التعامل معكم؟ والله للأسف الشديد التعامل إلى حد الآن سلبي للغاية. رسومنا الدراسية لم تصرف، دخلنا في رسوم دراسية جديدة، وأنا أحد الطلاب الذي الآن متأثرين بهذه القضية، كذلك الكثيرين من الطلبة يعني تأثروا بهذا الموضوع. إلى جانب موضوع آخر وهو مهم في هذا المضمار، وهي الوفرات المالية التي كانت بحساب الملحقية الثقافية في مصر، كانت أكثر من 226 ألف جنيه استرليني، كانت وفرات مالية مستحقة للطلبة، وللأسف تم تبديدها. وبالتالي نحن اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة دكتور خالد المصابي نائب الوزير وعلي النعيمي من مجلس الوزراء، طالبناهم بحل جذري لهذه المشكلة، لأنه نحن تأثرنا بهذه القضية، وبالتالي نحن نطالب بسرعة صرف هذه الوفرات وسداد الرسوم للجامعات المصرية. لدينا أستاذ الكريم أكثر من مطلب، هل تسمحين لي أن أتكلم بها؟ هي زي ما قال زميلي السابق اعتماد المنحة المالية لطلبة الأزهر لأنهم حصلوا على مقاعد مجانية، كذلك اعتماد المساعدات المالية لطلبة معهد البحوث الدراسات العربية. نعم. من يدرسون على حسابهم الشخصي أسرهم بزملائهم. نعم. هي دعوة هنا أصلا للمساواة والعدل بين كافة أبناء اليمن في الحصول على رعاية الدولة وتشجيعها وتبنيها لتطلعاتهم المستقبلية. نعم. كذلك مضاربة وزير الصحة باعتماد والتوقيع على قرار استمرارية الدكتوراه لأكثر من طبيب هنا متواجدون في بلد الدراسة في مصر ومقيدين في الجامعة المصرية منذ أكثر من عام. كذلك نطالب الاعتماد الاستمرارية لطلاب الجامعات وغيرهم، والتمديد القانوني التلقائي للطلاب. هذه مطالبنا، وإذا ما رأيت إذا ما أردت أن أتكلم عن مقترحات الحل لدي الكثير منها. نعم، إذا علي الأسد شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر هذه المرة من ماليزيا، معنا حسام الدعيس. مرحبا بك حسام، مساء الخير. أسعد الله مساءكم بكل خير. في البداية نشكر قناة بلقيس على تسليط الضوء على معاناة المبتعث والطالب اليمني في الخارج. أهلا. ونود أن نؤكد أننا إلى الآن أكثر من 3 سنوات من عدم الانتظام في صرف المستحقات، 3 سنوات من المعاناة، 3 سنوات ولم نجد أي حلول جذرية لحل هذه المشكلة. يجب على الجهات المعنية أن تعي أن التعليم هو أساس تقدم الشعوب، وأن الطلاب هم اللبنة الأولى لبناء مستقبل اليمن. فيما يخص المشاكل، فالمشاكل هي مشتركة في العديد من دول الابتعاث، وهي مشاكل عامة، وهناك مشاكل عامة ومشاكل خاصة. مشاكل عامة مثل تأخر صرف الأرباع، نحن الآن في بعد يفترض بعد أسبوعين أن يتم صرف الربع الأول للعام 2020، وإلى الآن لم نستلم للربع الثالث ولا الربع الرابع للعام 2019. بالإضافة إلى الرسوم الدراسية لعامين لم يتم الصرف بشكل كامل، قد يكون في بعض الدول تم الصرف أو تغطية معينة، ولكن بشكل عام لم يتم الصرف لأغلب الدول. نعم. مشاكل أخرى خاصة بموفدية الجامعات اليمنية، أيضا لم يتم صرف بدل الكتب ل3 سنوات، لم يتم صرف بدل بحث ميداني، وهناك أيضا مشاكل خاصة متعلقة مثلا بطلاب الاستمرارية، سواء كانت لموفدية الجامعات اليمنية أو أيضا لطلاب التعليم العالي، موفدية التعليم العالي، والذي صدر لهم من حمالية بدون رسوم دراسية. نحن هنا في ماليزيا لا يوجد لدينا مقاعد مجانية، وبالتالي من المستحيل على الطالب أن يدفع الرسوم. كل الجامعات تطلب رسوم،
واغلب الطلاب المبتعثين مؤخرا بدون رسوم. في ظل هذا في ظل كل هذا نرى العديد من القرارات تصدر سواء من وزاره التعليم العالي او من وزاره الماليه، كلها لا نعرف لماذا كلها ضد الطالب. نتمنى ان نرى قرارا واحدا في مصلحه الطالب المبتعث، ولكن كلها يا اما تقصر الفتره او تحدد يعني تضع عراقيل امام الطالب المبتعث. نحن هنا نود ان ننوه لهم اننا مبتعثون بقرارات ايفاد ولا نطلب مكرمه من احد. نحن جئنا هنا وفق قرارات ايفاد لفتره زمنيه محدده في مهمه اساسيه، ولم نرسل الى بلاد الغره لكي ننتظر، وفي كل ربع يجب ان نضحي بشهر او شهرين كل ثلاثة اشهر في ساحات الرؤات الملحقيات والسفارات للمطالبه بحقوقنا. نعم حسام، برايك ما هي اسباب هذه المشكله الازليه ومن يتحمل المسؤوليه المباشره؟ اختي الكريمه، يفترض مطالبنا ومستحقاتنا هي معده ضمن الموازنه العامه للدوله، وبالتالي يفترض ان يتم الصرف بكل سلاسه، ولكن كما جرت العاده يتم التاخير بدايه من وزاره التعليم العالي في تجهيز الكشوفات في وقتها وارسالها الى الماليه. الان حتى للان الربع الثالث لم يتم ارساله الى وزاره الماليه، وبالتالي سنظل ننتظر حتى يتم ارساله، ومن بعدها تبدا وزاره الماليه باجراءاتها، وبالتالي ستتم عرقله الاجراءات بشكل كامل. أقرب حل حاليا لابد أن يتم صرف ربعين، الربع الثالث والربع الرابع للعام 2019، لأنهم صرف ربع واحد سنظل نسير في نفس الدوامة وسننتظر 6 أشهر أخرى حتى يتم صرف الربع الرابع. فنحن نطالب أن يتم صرف الربعين وأن يكون من مطلع العام القادم انتظام الصرف. قد أقمنا في رابطة مفيدة الجامعة اليمنية العديد من الوقفات والمناشدات والاعصامات، ولكن يبدو أنها بدون جدوى، في كل ربع يجب أن نمر في نفس الدوامة. نعم، إذن حسام دايس كنت معنا من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إذن نذهب الآن لاستعراض بعض التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب من بعض طلاب المبتعثين، نتابع. احنا طلاب مدينة الصحة نطالب وزير الصحة باعتماد قرار استمرارية لطلاب الصحة الذين لهم أكثر من سنة ونصف في الجامعات مقيدين في الجامعات، ووزير الصحة يرفض تعميد قرار الاستمرارية وتوقيعه رغم موافقة لجنة إدارة البعثات في الوزارة، والسبب أنه حرام مطلع فقط، لديه توجيه أيضا من رئيس الوزراء برضه مش عايز يمشي، هو عبارة عن مزاج. أحب أن أتحدث عن معاناة الطالب اليمني في الخارج. الطالب اليمني في الخارج يعاني الأمرين، جراء انقطاع الأرباع لكافة المبتعثين من مختلف الجهات، سواء وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة التعليم العالي، والمشكلة هذه لم نلاقي لها حل حتى الآن، المشكلة لها أكثر من سنة. أيضا هناك الشق الثاني وهم الأكثر تضررا، وهم طلاب النفقة الخاصة، والذي يعانون أكثر مما يعانون أصحاب المنح، أيضا جراء الوضع المعيشي الكارثي وما تمر به بلادنا الحبيبة. ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، لماذا حكومتنا عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لمثل هكذا قضايا شائكة، علما بأن الطلاب المبتعثين أو الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص يمثلوا المستقبل المشرق والوجه الجميل لليمن. هؤلاء سيعودون بالنفع الوطن، هؤلاء هم اللبنة الأساسية التي يستند عليها الوطن، هؤلاء هم أمل الوطن. فقد بححنا، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بحث الأصوات والطلاب يناشدون الحكومة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة. الذين يتولون أمرنا لا يفقهون شيئا مما نعانيه، ظروفهم غير ظروفنا، ما نمر به لم يمر به يوما ما ولن يمر. ذكرني ذلك في القول أحمد مطر حينما قال: رأيت جردا يخطب اليوم عن النظافة وينذر الأوساخ بالعقاب وحوله يصفق الذباب. من أين أبدأ وبماذا سأنتهي؟ إذن مشاهدينا الكرام، بهذه الكلمات نختم هذه الحلقة. أشكر كل الطلاب الذين كانوا معي ضيوف في هذه الحلقة، وأتمنى أن تصل أصواتهم إلى الجهات المسؤولة وأن
تلقى تجاوب. مشاهدينا الكرام، إذن نشكركم على حسن المتابعة، والشكر هو موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة عمر النهمي، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.